مهندس دولة في أنظمة الإلكترونيك والاتصالات اللاسلكية أن يرحب بكم جميعا في هذه الأمسية والتي نستضيف فيها أحد الشباب الطموح المجتهد الباحث عن المعرفة والابتكار. وخير ما نفتتح به الكلام تلا آيات بينات من الذكر الحكيم. العزيزات جدا على قلوبنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا باش نكونوا فاهمين من الأول، أنا غنتكلم معكم بجبلية ديال تطوان، هذه معروفة ياك، هذه ما فهمتش شي حاجة ماشي مشكل، يعدي يدو يقول أنا ما فهمت والو، حنا كاملين بينا هنايا كنتعلموا، ولكن قبل نبدا عندي معكم واحد الشرط، إذا وافقتوا عليه نبداو. ألا وهو واش موافقين أنكم تكونوا حسن من عبد الله شهر اللي موافق حليتو؟ السلام عليكم. إيوا صافي، هذا تحدي كبير هذا ولا لا؟ ما شاء الله. وشنو نبداو بسيرة عبد الله شهرون ولا شنو؟ سير ضروري ياك، وموش ولا في يوتيوب دابا؟ واخا. اولا باغي نقول لكم حنا كاملين بينا وعبد الله شكرا معكم هنايا، وهذا شرف كبير لان مدينه فاس هي مدينه الاجداد، لان شقرون من احفاد محمد بن ادريس الثاني بن ادريس الاول، لان هذا الاصل. وقد ذكرتها لرئيس النادي ان عندما يعني ملي كنجي فاس يعني كنصيب واحد الراحه سبحان الله رب العالمين. الراحه اللي كنصيبها في المدينه ديال فاس هي نفس الراحه النفسيه والشعور اللي كنحس به وانا في اسطنبول، لان اسطنبول هي من المدن اللي زرتها وارتحت فيها نفسيا. وحنا كامل بينا هنايا رانا كنتعلموا، اذا خطيت او شفتوا شي مساله ما دخلتش للعقل وقفوني، اسمح لنا المساله هذه ما كنفهموش عليها، اتفقنا؟ فقط لان الغرض ديالنا ماشي هو مصلحه خاصه بل هو مصلحه عامه، المصلحه لهذا الوطن. الله يجزيكم. عبد الله شقرون، عبد الله محمد شقرون من مواليد 5 غشت 1984، دابا شارف 29 عام مزيان، من مواليد 1984، أسرة من صورة إحالة، بجوج بيهم من عائلة واحدة، ما عندوش الأخوان، ما كاينش الأعمام، ما كاينش العمات، الوالد وحديتو، عنده 4 ديال الخوات والبنات كبارين منو، لساتك هو لساتك خاسر، باه كان خدام في هولندا، دار شبر تقاعد، عبد الله دخل للمسيد، الكتاب، ديك الساعة دخل للرب، ديك الساعة دخل مدرسة ابتدائي، ابتدائي من موراه، ابتدائي كان معروف بالحمد لله رب العالمين يعني بالأخلاق ديالو، وكان معروف بين الأصدقاء ديالو بالسباقات ديال المسافات القصيرة. في الإعدادي هذه مرحلة ثانية، مرحلة الاكتمال النفسي أو مرحلة المهارقة، لأن حنا كنشوفو دابا مهارقة، لأن كنشوفو حنايا التلاميذ ديال الإعداديات يعني كيتهرقوا على بعضياتهم ولكن كيساو الدراسة، كاين هادشي ولا لا؟ وحنا كنعرفو على أن الإعدادي التلاميذ ديال الإعدادي هما اللي ماشي يقودوا المغرب دابا واحد 15 عام قدام إن شاء الله. مسألة صعيبة شوية، هي مسألة مرحلة الاكتمال النفسي أو البلوغ النفسي اللي كتجي من بعد المرحلة النفسية الرابعة اللي كتسمى، لأن المرة كما كنعرفوا كاملين بينا على أن الطفولة عندها 4 ديال المراحل النفسية، كاين المرحلة الأولى اللي هي مرحلة اللاوعي بلا مهارة واللي كتمتد لك 5 سنين، تاتيك من بعد مرحلة الوعي اللاوعي بالمهارة واللي هي من 6 سنين حتى 6 سنين، ومن 6 سنين حتى 10 سنين مرحلة الوعي بلا مهارة، ديك الساعات كتجي مرحلة الوعي بالمهارة،
اللي كانوا اتصال من 10 سنين 13 عام. من بعد كتجي مراهقة مازيان وعبد الله في المرحلة هذه كان هو الشاعر ديال القصر. فبالضبط سنة 9 إعدادي. سنة 9 إعدادي كان عبد الله هو الشاعر ديال القصر، كان هو نزار القباني. غير بيني وبينكم، ما تسمعوناش الأساتذة. كان عبد الله اللي خاصو يتصاحب مع شي بنت كيجي عند عبد الله كيتبلو فيها الشعر ولا شي رسالة واصلة. ولكن الغريب في الامر ان عبد الله كان كيتصاحب حتى مع شي بنت. اللي كيجي عنده كيجي عنده صحابه كيقول له عبد الله ديك البنت خاصها تصاحب معاك عبد الله ما عرف شنو، كيقول لهم شوفوا انا ما خاصنيش نضحك على بنات الناس كيما ما خاصنيش شي واحد يضحك على خواتي البنات. لانه كما تدين تدان. لأنه كان تدين تدان. ولكن نتيجة هذه الرسائل وهذا الشعر وهذا الشعر كامل شنو كان؟ النتيجة كانت أن عبد الله جرب وذاق طعم الرسوب لأول مرة في حياته. في حد الساعة باقي كنتذكر ملي كنت كنشوف لوائح ديال الناجحين الاسم ديال عبد الله ما كاينش. ولكن وديك الساعة كان عبد الله كيتمنى أنه يرجع للدار وسيب تماك الوالد ديالو ولا شي خاه كبير ولا شي عمو ولا جوليكا نجحتي نقول له لا وإذا هو يتمناها. ولكن للأسف الشديد دار عبد الله من الدار قال الغرفة ديالو بدا كيبكي. ولكن الدموع شنو باش نرجعو؟ راه سنة من الحياة دازت، سنة كاملة حنا كنعرفو كامل بينا دقات قلب المرء قائلة له إن عمرك دقائق وثواني فابني لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. هنا يا وسط ديك البكاء وسط ديك الندم عبد الله تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال النفاه كل الميسر لما خلق له. واللي فسره الدكتور عائر بن عبد الله القرني في كتاب لا تحزن أن كل واحد فينا الله سبحانه وتعالى أعطى له موهبة. في الدول ديال الغرب وخاصة في أمريكا شنو كيعملوا؟ كيسلطوا خبراء بسيكولوجيك من الروضة ديال الأطفال اللي كتصيبهم باقين في المرحلة النفسية الثانية اللي هي مرحلة اللاوعي بالمهارة. الأطفال عندهم مهارة أنهم يختاروا اللعب، أنهم يلعبوا بها بالطريقة اللي بغاوها هما، إذا زولتيها لهم ماشي يبكيو، وهذه موهبة. وهنايا كيكتشفوا أمريكا عبر الدكاترة النفسانيين كيفاش غادي يوجهوا الأطفال ديالو. هذا غادي يكون بيلوت، وهذا غادي مش يكون سياسي، وهذا مش يكون هنايا، وهذا مش يكون هنايا. ولكن أنتم عارفين توجيه دراسي في وقت يكون عندنا هنايا لا لا. فعبد الله بيذكر المسألة هذه اعمل واحد مسألة اللي هي مهمة بزاف ألا وهي مصارحة الذات. أنا شنو باقي؟ شنو باقي؟ مصارحة الذات. فاسترجع الذكريات ديال الطفولة وتذكر أن ملي كان باقي صغير كان باقي يجيب له سيارات كهربائية للون خاص صغير. النهار الأول كيلعب بها، النهار الثاني كيفصحى بايش ماكن. فقال انا ما خصنيش نكمل الدراسه ديالي، ما ضحكتش على راسي، انا خصني نمشي المجال ديال الميكانيك، المجال تكوين مهني. وبالفعل عبد الله ديك ساعاتك من بعد مصارحه الذات اهم نقطه، مصارحه الذات. انا شنو باغي؟ انا علاش كنقرا في الكليه هذه؟ علاش دخلت لهذا التخصص هذا؟ واش حبا وعشقا ديك العلم اللي كنقراه ولا حبا وعشقا ديك الشهاده؟ هذا سؤال انتم جاوبوا عليه، هذا سؤال انتم جاوبوا عليه ماشي انا جاوب. فعبد الله مستقر رساله في الحياه بدا تطبق. كرست انا الدراسيه السنه تسع اعدادي نجح فيها ودخلت تكوين مهني تخصص في ميكانيك السيارات مزيان. ولكن هذاك سنه تصيعه لا نيفو كاليفيكاسيون. او صافي الاستاذ
قال له استاذ فين هو المحرك ديال السيارات؟ قال له ما نشوفهمش السنه هذه حتى السنه اللي ما جا. عبد الله كان متشوق انه يشوف ديك الموطور ديال الطوموبيل، كان متشوق انه يتعرف عليه، كان متشوق انه يبوسه، انه يحضنه، انه يشوف الريحه ديالو. هذا هو العشق ديال العلم. الواحد ملي كتصيبو في العلم والتخصص اللي كيبغي هو راه كتصيبو دائما ما كاين اي شفاء، ما كاين اي شفاء. حتى ملي كيخرج وكيشبر الشهاده ديالو وكيخدم كتصيبو متميز في الخدمه ديالو، كتصيبو ديك 8 ساعات كدوز عنده كطير، ما كيملش منها، كيأدي الواجب ديالو في المكتب ديالو اكمل وجه. علاش؟ لانه اختار التخصص اللي باغي هو. وهادشي اللي كاين دابا في اليابان، في اليابان كيقولوا نزيدوا لنا السويعه ديال الخدمه وما تزيدوناش بلا خلاص. وهنايا المهم ديك الساعه عبد الله شنو عمل ملي جا الاخبار ان حتى السنه الثانيه عاد، حتى السنه الثانيه عاد باش يشوف ديك الموطور هذيك، ما بقاش جالس، انتهش منهجيه التعلم، مشى كيقرا راسو بيدو، مشى كيبحث ديك الكتوبه على مجلات ديال السيارات، محركه ديال السيارات، وبالفعل مشى وتعلم المحركات ديال السيارات بالانواع ديالهم كامل، موتور بيستون، موتور اونلاين، موتور دو طون، كاتر طون، موتور اونلاين، موتور بوكسور، موتور اونفي. ولكن قرا المحركات كامل ولكن باقي كيحس بالجوع، الجوع ديال العلم ما قنعوهاش. مشى كيقرا المحركات ديال الطائرات، بدا من تيربو رياكتور مرورا ب تيربو رياكتور افيك شامون ديكسبوزيون، ستاتور رياكتور ديال 16، كيحس باقي الجوع باقي. مشى كيقرا المحركات ديال البواخر، ولكن جوا ساهل لان عندهم لا باز ديال المحركات ديال السيارات، ماشي شي حاجه الحجم كبير وصافي ورابور فوليمتري كبيره. مهم ملي قرا هادشي هذا كامل الاستاذ ديالو بدا كيقول له انتينا قريت حظي. وهذيك الساعه تيك عبد الله شي حاجه كبيره، ولكن علاش شي حاجه كبيره وكيحس براسو شي حاجه؟ لان كان باقي ما عرفش ما عاش. العلم بحر لا شواطئ له. هكذا واحد النهار هو كيشوف واحد الكتاب، هو كيتصادف على المحرك ديال الدكتور فيليكس وانكل، سيستيم دو روتاسيون ديريكت. فيليكس وانكل اللي هو الماني واخترع المحرك هذا من بعد 20 سنه ديال الدراسه سنه 1958. مزيان. فعبد الله اللي تصادف مع المحرك قال انا درست المحركات هذو كامل وهاد التعب هذا كامل، المحرك هذا ما شفتوش كيفاش. ولكن شنو هو الفرق بيني وبين السيد هذا؟ هو الماني ولا مغربي زعما؟ لا 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 يمكنش، هو انسان انا انسان، بل انا احسن منه. علاش؟ لان عندي تاريخ، انا عندي تاريخ. عباس بن اوفرناس هو اللي فكر في الطيران قبل اخوان رايت 1000 سنة من الاندلس، وفاطمه الفهريه هي اللي بنات قرويين، وابن الهيثم، واضف على ذلك كثير. هادو هما الاجداد ديالنا، وحنا كنعرفوا ان كاين ثلاثه ديال العوامل كيتاثروا في البناء ديال الشخصيه ديال الفرد، كل واحد فينا هاد ثلاثه ديال العوامل كتاثر فيه. اولا العامل الجيني او وراثي طبيعي، ثانيا العامل الاسري الاسره ديالك، ثالثا العامل البيئي. العامل البيئي كنبداو به من الحومه ديالك، المدينه ديالك، من البلاد ديالك. فانا عندي تاريخ، هو ما عندوش، اذا انا قادر باش نعمل احسن منه. وبالفعل والمساله هذه كانت في ماي 2002، عبد الله كان في الاعمار ديالو ديك ساعتك 18 ماشي مكمولة. جات 2003 عبد الله جبر الشهادة ديال التكوين المهني تخصص فيها ميكانيك السيارات. 2003 بدا عبد الله كيفكر شنو غادي نعمل؟ ها هو الاختراع هو عندي، المحرك هو عندي،
وأول ما اخترعوا المحرك هذاك اخترعوا كيخدم بالهواء الير كومبريمي. تتبقى هذه التكنولوجيا باقا بعيدة، ما عندهم شي حاجة اللي تكون بسيطة وصافي. نعدلو محرك يخدم بالماء ولكن ما كيكونسوميشي، وبالفعل عدلو ولكن قلبي باقا بعيد، ما عندهم شي حاجة اللي هي بسيطة. وعدل بالفعل عدل موتور روتاتيف روتور كاري ام ار ار سي ديزل، الرابور فوليمتريك ديالو كتراوح بين 19 و24 على 1. وإذا خدمناه في السيارات ممكن أنه يعطينا 250 ديال الشوطات حصان، ويستهلك لنا 2.5 ديال الديزل 8 ديال الكيلومتر. والسرعة ديالو من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة هي ثانية ونصف. هو بالإضافة أنا أعطيكم شي حاجة عملية تكون حسنة، مادام سافرت أعطيكم شي حاجة عملية. هذه من أجل الطلبة ديالنا إن شاء الله رب العالمين باش يكون أحسن من عبد الله شكر. هنا كنشوفوا المحرك أو بروتوتايب اللي كان تصنع في تيفون. هذا البروتوتايب هذا فيه ثلاثة ديال الزوركان برانسيبال، فيه هذا اللي كنشوفوا على برا اللي هو السداتور، فيه من بعد من داخل كاين تماك الروتور وكاين لارب اكسونتريك. مزيان، كيفاش كيخدم هاد لانفونسيون هذا؟ أو نعدلو هنايا يكون بسامي يكون أحسن. هنايا كاين كندا ميسيون، كيدخل لهوا من كندا ميسيون من الشنق ديال الميسيون اللي هو هذا. من بعد كيدور الروتور 90 درجة، يجيب داك الهوا هذاك اللي كان في الفوليم هذا، هاد الشفر هذا، من الشنق ديال كومبريسيون. كما كنشوفو هنايا الفوليم هذا صغير من هذا. كيدور عاود الروتور 90 درجة أخرى، يجيب داك الهوا عاود من الشنق ديال الإكسبلوزيون. هنا كتصير كاين انجيكتور ديال الديزل. وهنا كتصير كاين بوجي ديال الشوكاج كيوقع هنا ليكسبلوزيون، وهنا ديك الساعاتيك كيدور الروتور باش كيوقع ديلاتاسيون وكيوقع الشقمون مباشرة. وفي نفس الوقت ملي كتصير كاين هنايا لادميسيون كتصير هنايا كاين كومبريسيون، وكتصير هنايا كاين اكسبلوزيون، وكتصير هنايا كاين ديشقمون. يعني هاد الأوركان هادي بوحديتها كتلعب الدور ديال 8 ديال لي زوركان في موتوغابيسمون. فهمنا؟ مزيان. والمحرك هذا كيصلح الطائره العموديه النوع صغير ومتوسط، وكيصلح البواخر، وكيصلح حتى السيارات بتغيير بعض القواعد الميكانيكيه. مساله عاديه لان اصلا هو كيجمع بين القوه والسرعه والاقتصاد في معادله واحده. وعبد الله من عمل المحرك هذا في 9 أغسطس 2004، كان في العمل في ساعة عبد الله 20 عام و4 أيام. نحكيو حنايا قبل منا اصلا 2003 اتصل بلومبيك وقال له انا عندي واحد الاختراع خاصني نسجلو. قال له خاصك الثمن بين 1500 و1750 درهم. عبد الله شنو قال؟ قال شنو غادي نمشي نطلب هذا الثمن هذا من الوالدين ديالي؟ وصلني صورة الحال فلوس موجودين، ولكن غادي نمشي غادي نقول للوالد عطاني هاد الفلوس هادو باش يقول لي علاش؟ شنو غادي نقول؟ شنو نقول له؟ اخترعت. قلت له انت قرا يديك وما كملتيهاش وعاد اخترعتي. المهم انا فعبد الله مشى كيخدم ديك عرف تطوان، مشى كيخدم في واحد السوق شعبي، السوق كيقولوا سي اندرومين، كيبيع المواعين ديال البلاستيك. عبد الله كيبيع المواعين ديال البلاستيك يتخلص 20 درهم في النهار. من بعد شاف 20 درهم في النهار ما عاد قال نروشي، ما عاد تمشي ديك الفلوس هذوك بواحد السرعه، مشى كيخدم في البني في السخانه بالصاد. وعبد الله كيضرب بيكو وكيجر جراره قدام في يده وهو كيسكر، كيقول انا غادي نكون مخترع. ومن يخشى صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفار. وهادشي اللي كان كما قلت لكم 9 أغسطس 2004 بلا عين ديال الوصا ديالو هود من كازا ومشى لومبيك. وصلت هناك مع ديك 7 ديال الصباح وبقى تماك حتى 9، هو كيسير في الطريق ديال الوصل حتى فتح المكتب. اللي فتح المكتب دخل عندك السيد هذاك اللي كان حرق له راسو بالتليفون، شنو غادي ندير هنايا، شنو غادي ندير هنايا، شنو غادي ندير هنايا. المهم ديك الساعه اللي دخل عنده
فلسيت سولو قال له شنو الأورغان اللي اخترعتيها في المحرك هذا؟ جواب المحرك كامل. قال له مزيان. قال له اخترعتي محرك كامل؟ هي والمحرك هذا ديالاش؟ قال لي الهليكوبتر. قال له اجي معايا اجي. قدام عند الموديل ديال امي. بدا كيتناقش مع الموديل شنو كيفاش كيخدم المحرك هذا؟ كيفاش هذا؟ شنو كيعرف المحركات ديال الطيران؟ واش عندك هذه؟ صبر راس عمر مزيان لان اصلا الكلمه ديال المخترع المخترع هو ماشي ديك الشخص هذاك اللي الذي يجد حلا تكنولوجيا لمشكل تكنولوجي ها يكون ذلك الحل جديدا كليا المساله باقي ماشي جوج ان شاء الله رب العالمين ولكن الكلمه ديال المخترع باش يعرفوا علاش عبد الله كيتكلم باللغه العربيه الكلمه ديال المخترع هي كلمه مقسمه الى شطرين الشطر الاول المخ ويعني الدماغ وترع كأس ترع بالماء أي كأس ممتلئ عن آخره بالماء يعني كلمة كاملة الدماغ الممتلئ عن آخر بايش بالمعلومات والثقافة العامة الموسوعية اللي كانت عن الأجداد ديالنا ولهذا عبد الله يتكلم دائما باللغة العربية علاش لأن أصلا هي الأصل وكما قلنا الدكتور ديالنا الله يشافيه الدكتور من المجرى يقول لنا في كتاب قيمة القيم لا توجد دولة في العالم عبر التاريخ تقدمت بأي علم من العلوم إلا بلغتها الرسمية والدليل هو عندنا احنا شو تركيا ولا شو ماليزيا اتفقنا مزيان فعبد الله ديك ساعتك من الليل سلام على المدير قال له اعطي له كوبي اوفيسيال ديال بروفي دافونسيون ويتصنف اصغر مخترع مغربي كيختار اختراع بهذا الحجم التكنولوجي هذا وبالفعل مشي بيه عبد الله ديك الساعه رجع تدور وتصوروا معايا بعدك واحد المساله عبد الله تصوروا معايا من لومبي حتى لولاد زيان جبر على رجله من قوه الفرح علاش؟ لانه ملي كان باقي صغير كانوا خوات البنات كيقولوا انتينا اغلى واحد في الدار انتينا هو بهلول وانتينا هو طالون وانتينا ما كنعرف والو ودابا عبد الله دار مخترع دابا الايه تقلبت كيفاش خدمت على هذه والنهاية النهاية عبد الله نرجع عند تطوان باقي عاطل جلس مع الوالده ديالو قال لها ماما قلت له شنو قال انا اخترعت قال له قلت له شنو اخترعتي؟ قال انا اخترعت موتور ديال الطياره. قلت له وعليك طيب الصباح. اوه مشى شاد مشى شاد الكمبيوتر مزيان مسيني ومكاشي مع الدوله. كتشوف ما فهمت والو واخا قريه ولكن مساله جديده. كيف هذا الشيء هذا؟ هذا الشيء اللي كان من بعد عبد الله في 2005 شطر بروفي دافونسيون وعدل لو ريشيرش انترناسيونال. باش يشوف لا نوفوتي ديال الاختراع ديالو الجده ديالو وهذه مساله عدله في لوفيس اوروبيان دو ريشيرش لاي ولكن المفاجاه كانت كبيره بزاف الا وهي انهم سردوا له قالوا له الاختراع ديالك راه كاين في حالو سرد لنا التفاصيل وسبحان الله هما صدروا اليوم وغدا صدروا الويبون منظمة دولية ديال الملكية الفكرية بجنيف قال له اختراع ديالك راه ما كاينش بحالو وراك تصنفتي المخترع المغربي الوحيد المصنف دوليا مستعدين من بعد منا بحوالي اسبوع 15 يوم هكذاك صدرت له الوكالة الأوروبية ديال البحث وشنو كانت النتيجة؟ ديال الرد ان امريكا من 1960 حتى 1984 وباقي لحد الساعه يحاولوا ما امكن يعملوا ديك الاختراع هذاك وما قدروش وجا مغربي وعملوا دابا هاد المساله هذه والتصنيف الدولي انا غادي نضمن لكم شوفوا معايا واحد الدائره باش نعرفوا راسنا النقطه الاوليه والنقطه الثانيه أتعرف المسؤولية اللي عليكم في المؤسسة هذه راه كاين بزاف الآلاف
حلموا أنهم يدخلوا من كلية من هذا النوع هذا ويقرأوا، ولكن ما قدروش. إمكانية مادية ولا عايشين في العالم القروي أو شيء من هذا القبيل. فنمشي نشوف واحدة لائحة دي التصنيفات الدولية. نكبر هذه اللائحة شوية. هذه 2005 2004 2005 2006. ما كنشوفو مع بعضياتنا فوقي International Application Numbers، وكنبداو ما كنشوفو تماك دولة صغيرة بزاف مثلا بلجيكا شحال عندها اختراعات مصنفين دوليا. وشوفوا الارقام، شوفوا الارقام هنايا 0 0 0 129 128 115. مزيان. شوفوا هنايا، هنايا نشوفوا دوتشلاند المانيا. مزيان مزيان شوية. شوفوا هنايا هذه ما كنعرفهاش، هي هذا الرمز، هذا الدولة ما كنعرفوش. لا ماشي اسبانيا، لا اسبانيا عندها او اس. هنايا هاي اسبانيا، ها اسبانيا، فنلندا، فرنسا. شوف فرنسا شحال عندنا من هنايا داها رافايل. مزيان. سات بريطانيا. مزيان. هنايا واحد الدولة عزيزة علينا بزاف بزاف بزاف، الهايتك إسرائيل. أنا كندخلو إيطاليا. شفت معايا؟ كنشوف تماك جابون. شفتو جابون؟ شفتو جابون؟ بحالو بحال الروس. ها؟ شفتوا المغرب؟ شفتوا ام ار؟ فاز 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 واحد. وفرحانين بعد هاك بعض لكم اخوي هيدا اللي كنت انا ناقص غير كان في العمر ديالي ديك 22 كنت دائما كنمشي للسيبر ونفتح نشوف هادشي هذا ونضرب حالي نضرب ما كنعمل والو. ولكن ملي دزت مسافر من تركيا وماروسيا قالوا لي واش حتى شي واحد ما كيفكر في المغرب انت اللي كنفكر وحشو مال الشاكر بغيت هشومة هشومة وحنا كنعرفوا الناس من جهة الأصل أكثر أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعظم فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلة ففز بعلم تعيش به حيا أبدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء. زعما شنقول لكم شي صعيب سردوا بالنا أردوا بالكم المسؤولية هذه. المهم كان الرد ديال كان الرد هو هذا 2006 2006 جاو بعض العروض على عبد الله شقرون من بعد ما تم الإعلان.